إن التطورات السريعة والكثيرة التي يمر بها عالمنا تحتم علينا ملاحقتها ومجارتها لتحقيق الأغراض التي من أجلها أسس الاتحاد الكويتي للمزارعين، حيث أصبح من الضرورات الملحة لتلبية احتياجات المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، وفي لب هذه الاحتياجات تعميق التواصل مع المزارع الكويتي. في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بسبب ظهور فيروس كورونا، تظل هناك تساؤلات كثيرة سنتعرف على إجاباتها من خلال ضيفنا عبد الله الدماك، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين. ايضا يمكن في دور كبير يقومون فيه اتحاد الكويت المزارعين، وهذا دور نشوفه الحين متميز خاصه في هذه الازمه اللي قاعد نعيشها. منتجات الزراعيه الكويتيه منتشره في كل جمعيات الكويت، فعلا يمكن هذه تعتبر ثروه زراعيه لازم ندي نركز فيها ونحافظ عليها. اليوم ضيوفنا من اتحاد المزارعين، مسي عليكم بالخير ونقول لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم في عسيف. حياك الله يا اخوي والساعه مباركه. طول عمرك، سعيدين في لقاء هذا اليوم معكم. سلمك، طول عمرك. اليوم يمكن سعد عبد الله، اكيد اتحاد المزارعين يمكن قد ينظر الى هذه الازمه بمنطلق اخر. اليوم ما هو الوضع الطبيعي عندكم؟ اكيد في هناك بعض الترتيبات لتوفير يمكن جزء من المنتجات الغذائيه في الجمعيات، عدل؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نشكر اخواني القائمين على هذه القناه، قناه العداله. الامانه اتحاد الكويت للمزارعين قام بدوره على اكمل وجه قبل من بوادي انتشار فيروس كورونا. نعم، احنا كاتحاد الكويت للمزارعين الحمد لله قدرنا بالبدايه نوفر الامن الغذائي داخل الكويت، سواء كان طماط وكان باذنجان وكان خيار وفلفل. البعض يفكر الاتحاد بس دوره انه يوفر الامن الغذائي، لا، احنا قعدنا نوفر الاخوان المزارعين هم البذور. صحيح. والاسمده والمبيدات. نعم. وكل شيء الدعم هذه موجوده من زمان، انتم دائما تباشرون فيها المزارعين. طبعا هذه على طول احنا عندنا بالوفره وبالعدلي، عندنا معارض نوفر جميع ما يحتاجه اخوان المزارعين. الا ان الحمد لله لك الحمد، بعد ما صار الفيروس كورونا اجتمعوا اعضاء مجلس اداره الاتحاد وخدموا على محمل الجد الفيروس كورونا، ان كنا متوقعين للامان اللي صاب العالم كنا متوقعين يصيب حتى الكويت ولا غيره، وهذا احنا لازم مثل ما تقول نحط نقاط الحروف. صحيح. بالامور هذه. صحيح. بعد ما سمعنا الدول المجاوره سكرت حدودها للامانه، بادر الاتحاد مع اخوان المزارعين نشكرهم من القناه انه يزيدون الانتاج. فالحمد لله قدر انهم يزيدون الانتاج وغطم امن غذائي الكويت كامله. يعني المخزون الزراعي في امان عندنا ان شاء الله باذن واحد احد، انه في امان وفي ايدي سليمه، والحمد لله لم تسجل اي اصابه سواء بالوفره او بالعبدلي من الفيروس كورونا المستجد. نعم. طيب ايضا يعني في ناس تسال ان ارض الكويت احنا اللي نعرف عنها ان هي ارض ايضا يعني ممكنها تكون زراعيه ولكن مش لجميع المنتجات، ومع اجتهاد بعض المزارعين صار عندنا شوي مستجدات ان قاموا يزرعون اشياء عندنا مثلا ما كنا نزرعها من قبل، لكن هل هذا يخلينا احنا نستغنى عن مثلا الاستيراد من الخارج ونوقف مع هذه الازمه ونزرع كل شيء بارضنا؟ هل من الممكن؟ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف الأنبياء سيدنا محمد. أولا نشكر القائمين على هذه القناة وعلى هذا اللقاء. نعم، مثل ما قلتي أن الأرض غير ملائمة الأجواء للزراعة، ولكن بمجهود المزارعين وفرهم اللي هو البيوت المحمية. نعم. واجتهدوا في جميع الزراعة. صحيح. نعم. احنا عندنا لو سمح الله لو أن نقول لك سكرت الحدود. نعم. احنا نستغني عن الزراعه من برا، الاستيراد من برا، بحيث ان المنتج عندنا في اوقات يكون فيه فائض فالمنتج المحلي. نعم. فكل المنتج المحلي متوفر، ومن بدايه الازمه عملنا حساب نقدر نستغني عن الاستيراد بالمره، لان جميع انواع الزراعه الخضروات اللي تستورد من برا متوفره عندنا. صحيح. بمجهود المزارعين
كافحهم في الأجواء الحارة، نعم، في التربة، في جميع شيء، خلوا المناخ مناخ زراعي، نعم، يعني وفروا مناخ زراعي مقاوم للزراعة. جميل. أستاذ عبد الله داهوم، يمكن ذكرت أن إحنا تقريبا مغطين كل منتجات الخضروات في الكويت، لكن قاعد نشوف الأسعار ما هي مثل أسعار أول. زيادة الأسعار هذه تعتمد على الجمعيات التعاونية ولا المزارعين نفسهم؟ شوف، زيادة الأسعار، إحنا عندنا الخضرة نفس البورصة، اليوم سعر نازل بكرة سعر صاعد، فعلى حسب السحب. اليوم مثلا ينزل، مثلا نقول لك من الطماط 64,000، السعر يكون نازل، بكرة ينزل 40,000، السعر صاعد. فالسحب والكميات حالة حال، يمكن حتى الأسماك يمكن، نعم، تمر في نفس هذه. والسحب لها دور، الجمعيات لها دور، الأسواق المركزية لها دور، البسطات لها دور، اللي هو البسطات غير الأسواق المركزية غير المطاعم، هذه بورصة نازلة وصاعدة. صحيح. ولكن إن شاء الله نطمن المواطنين ما في ارتفاع بالأسعار وخصوص على المنتج المحلي. يعني هذا السعر ممكن كان أقل من السعر قبل أزمة كورونا. نعم. طيب أيضا كان في تصريح لجريدة الجريدة تاريخ 3/3، نعم، هالسنة 2020، أن المزارعين مستعدين لتوزيع منتجاتهم مجانا على المواطنين. يعني في حال أن استدعى الأمر، هل تشوف أن اليوم وجهة نظرك هذه ما زالت قائمة؟ طبعا الجريدة تاريخ 3/3 2020، التصريح هذا جاء من رئيس اتحاد اللي هو أنا والعظام الإدارة، في حال استدعت الأمر أن المنتج المستورد رفع على الكويتيين، إحنا نوزع في المجان. نعم. طبعا تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. وحنا لازلنا ولازلنا إحنا نقول نفس الكلام، في حال إحنا ما عندنا أي مانع نوزع. فقط إنه ارتفعت الأسعار من المنتجات الغير محلية. الحين إحنا مو بقصد إن ارتفعت الأسعار منتجات المستوردة. في أي أزمة؟ اليوم الحين ما عاد في منتجات مستوردة، والحمد لله قدرنا نوفر المنتجات المحلية. يعني عندي أسعار حبيت أذكرها لكم، يعني هذا تاريخ 12/3. نعم. بعد ما صار الهلع اللي في الجمعيات التعاونية. صحيح. والناس كلها راحت الجمعيات التعاونية وقاعد تسحب البضاعة. طبعا الجمعيات التعاونية والناس الوسطاء اللي بين الجمعيات جاءوا يتراكضون على الاتحاد ومنافذ التسويقية. نعم. بالاتحاد ووافر ورفعهم الأسعار، لأن وزارة التجارة مشكورة تدخلت للأمانة. نعم صحيح. الطماط وصل تقريبا سعره 2.5 3 دنانير، إلا أن وزارة التجارة شافت أن في الأسعار هذه مصطنعة وليس حقيقيه، لان كان بنفس اليوم تقريبا ب 800 فلس. نعم. من بكره صار ب 3 دنانير، في هذه فرق شاسع يعني. صح. الامانه تم الاتصال بيني وبين وكيل وزاره التجاره مشكره على الاتصال، فقال لي ابو محمد الاسعار ارتفعت ارتفاع مصطنع واحنا لازم نثبت الاسعار. اليوم احنا الكويت تحتاج منه من يوقف وياه. قلت ابد، احنا ما عندنا مشكله نوقف وياكم، ولكن ما تكون خسارة المزارع ولا خسارة المواطن. للأمانة تم الاتصال مع أخواني المزارعين. البضاعة هذه كانت تقريبا 64,000، تكلم عن خشب طماط يعني تقريبا 8 كيلو. نعم. كانت 64,000 تاريخ 12، لأن اتصال مع أخواني المزارعين المنتجين الكبار، قلنا يا جماعة لازم نزيد الانتاج لأن السعر راح يطلع أوردي بعد السحب. تاريخ 13 زدنا الانتاج، وصل ل 71,000، هذا تتكلم عن الطماط. طبعا الخيار تقريبا 63,000. تاريخ 14 زدنا 75,000، يعني كل يوم قاعد يطمر 5,000 6,000. قدرنا الحمد لله لك الحمد ان ننزل الاسعار بزياده الانتاج. نعم. يعني المنتجات عندنا. ابو محمد تقصد بزياده الانتاج أن يزرعون شتلات أكثر ولا سرعة القطف أكثر؟ لا، هو الزرع الردي موجود في المزارع. موجود. ولكن طلبنا من أخوان المزارعين زيادة الإنتاج. يعني على سبيل المثال يا دكتور، يعني يقطفون أكثر. نعم. للسوق. نعم. مثل أنت تنزل سيارة، يقول لك يا دكتور نزل اليوم 2 أو 3. صحيح. عشان نقضي احتياجات المواطنين والمقيمين. نعم. آخر يوم اللي هو تاريخ 5/15/3 وصلنا 80,000 كرتون يوميا. يعني شوف صرنا تقريبا، يعني غطيتوا السوق. غطينا حيل الحمد لله. الا ان السعر نزل من 1.5 دينار، طبعا مع وزاره التجاره حددنا السعر الحد الاعلى
دينار ونص، ما يطلع فوق الدينار ونص الا 8 كيلو طماط، الخيار 500 فلس. نزلنا السعر لين تقريبا وصل 8 دينار او 800 فلس في زياده الانتاج، زدنا الانتاج اوريدي السعر راح ينزل. صحيح. اليوم السعر ابشركم الحمد لله لك الحمد، السعر مناسب للمزارع، مناسب للمواطن. صحيح. وحنا هذا دورنا كاتحاد كويت المزارعين ان نوفر الامن الغذائي لاخواننا المواطنين. والله مو مقصرين صراحه. استاذ عبد الله، يمكن في حادثه صارت قبل فتره موضوع الصناديق الطماط، وقالوا البياعين ان احنا يعني نتلف هذا الطماط ولا نقدر نبيعه. شنو كانت المشكله هذه اللي صايره؟ شوف، هو ما عندنا اتلاف يباع ولا يتلف، ولكن ربما يكون هناك بعض الاحيان يكون يصورون بالشارع مثلا طماط غير صالح للبيع داخل المزرعه. عندنا مثلا لما نقطف طماط في طماط غير صالح، صحيح، لا للبيع ولا للاستعمال. نعم. فهذا نطلعه يتلف، هذا يتلف برا. صحيح. يتلف، لكن انما يباع، ما عندنا ما يباع بخصوص شبره الاندلس. لان في فيديوهات يمكن انتشرت، قال يعني البياعين يقول انا ما اقدر ابيعها وبتلفها وكذا، والناس ما فهمت الموضوع. نعم نعم، هذا صحيح. في بالسابق احنا كنا في اوقات الذروه احنا كانت عندنا مشكله، واليوم فضل من الله انها حلتها وزاره الشؤون، نشكر معاليه الوزيره مريم العقيل على حل المشكله. شوف اليوم ترى طلع القرار الحمد لله. المزارعين ما كان عندهم منافذ تسويقيه للامانه، ما كان عندهم منفذ تسويقي الا هو الاندلس والجمعيات التعاونيه. احنا كنا كل هدفنا ان نشيل الوسيط، الوسيط اللي يجي بيننا وبينكم. صح. يعني بين المزارع وبين المواطن. فالوسيط مثلا شرى منه ب 100 فلس، احنا ما نزعل لما يروح للمواطن ب 150 ولا 160 فلس، اللي يبيعه ب 400. لا ما يبيع ب 400، يبيع دينار و300 دينار 400. هذا اللي احنا يزعلنا يا مزارعين، شلون نشوف بضاعتنا في ان نبيعها ب 100 فلس ونجي عند الجمعيه التعاونيه نلقاها بدينار ونص؟ حق لكم يا جماعه، ما يصير هذا اللي قاعد يصير، غلط. فحنا المزارعين يقول لك احنا لو كثرت البضاعه ما حد شالها، يعني معناته ان عندنا امن غذائي 100%. صح. اليوم يعني الحمد لله لك الحمد وفرنا توفير كام جميع احتياجات المواطن بالجمعيات التعاونيه، واليوم صدر قرار زيادة بالجمعيات التعاونية الشراء المباشر إلى 75% منتج وطني. يعني هذا بحد ذاته الأمانة نشكر معالية الوزيرة على القرار الشجاعي اللي ما حد يعني من سابق ما حد سواه، اليوم أنت سويتي، نشكرك يا أخت مريم، ما قصرتي على اللي خدمتي المواطن وخدمتي المزارع. وهذا كان لازم صراحة من زمان، حتى وزارة التجارة يمكن ما قصروا في هذا الأمر. اليوم يمكن عندكم كنا تصريح من وزارة التجارة حصري أو تعاون ما بينكم وبينهم؟ نعم. كان عندنا تعاون ما بيننا وبين وزارة التجارة في كثير من الأمور، في ما يهم المواطن وما يخص المواطن بالأسعار، أنه يكون السعر في وضعه العادي ولا يستغل برفعه على المواطن. وكان معالي الوزير جزاه الله خير أبو ناصر متعاون، وله جولات في جميع. صحيح. الأسواق المركزية وفي جميع الأسواق الخضار، فطلب منا أن ما يكون الأسعار ما فيها استغلالية من قبل المواطن، بالسعر على وضعه العادي، السعر كالمعتاد، يعني ما في استغلالية، سعر السوق العادي. نعم. فهذا تعاون بيننا وبين وزارة التجارة. زين جميل. زين طيب، ايضا الكنترول قاعد يقولون ان في بشاره خير حلوه كذي اليوم تطلعين من الوزير الروضان. نعم، كل الشكر لمعالي وزير التجاره خالد الروضان. ابشر اخواني المواطنين والمزارعين ان تم اعطاء اتحاد كويت للمزارعين شبره بالري. طبعا شبره هذه مكمله بالكامل، يعني شبره مغطاه، شبره مكيفه. حلو. هذه احداها خالد الرضان لاخوانه المزارعين، طبعا المواطنين راح يصير فيها بسطات، وراح سلمك الله نستلمها منه ان شاء الله رسمي. اليوم وقعها طبعا، يعني خلاص احنا استلمناها، بس بكره ان شاء الله نستلمها رسمي، ويمكن ننقل الحراج من الاندلس الى الشبره خلال الايام الجايه. وابشر اخواني المزارعين هذه من قناتكم، وابشر اخواني المواطنين ان التوقيع رسمي، ونشكر معالي الوزير الى حرصه على الامن الغذائي. للامانه ما شفنا احنا يعني بالسابق وزير ينزل جمعيات تعاونيه يشوف بنفسه، الا انه هو شاف
وشاف يعني انها للحاجه سلمنا الشبره. نعم جميل. وشلون واحد ياخذ هناك بسطه؟ شلون المواطنين؟ طبعا البسطات هذه مو بسطات يعني تقريبا اللي فيها 40 بسطه. جميل. احنا بنحاول ان نعطيها اخواننا كبار المزارعين يعرضون بضاعتهم فيها افضل كذي. اي نعم. نعم. ونبي دائما تكون الاسعار هذه هي الاسعار اللي على قولتهم تكسر. هذه نوعدكم وعد احنا كمزارعين ان ما نذخر شيء عن اخواننا المواطنين. ما نحاول احنا نوصلها للمواطنين بسعر يكون صالح للمزارع وصالح للمواطن. يعني بعطيك على سبيل المثال يا دكتور، اليوم لو بقول لك تنزل الجمعيه وتشتري كيلو طماطم ب 170 فلس ترضى ولا ما ترضى؟ طبعا اكيد ارضى. شفت شلون احنا هذا اللي بنوصلها. صح. الكيلو خيار ب 150 160 فلس، بالعكس الاسعار مناسبه. والله لو توصل الى 300 وهذه كلها تدش بكيس المزارع اللي فعلا قاعد يتعب وقاعد يطلع لنا منتج كويتي. واحنا نعم. فعلا ترى المنتج الكويتي قاعد نشوف عليه اقبال ورغبه في الجمعيات. نعم. يعني نعم صحيح. طيب عندنا تقرير، نبي نشوف معاكم تقرير ونرجع لكم. سوق الخضار أو الفواكه أو ما يسمى بالكويتي سوق الفرضة، طبعا سوق الفرضة يشهد بالأيام العادية ازدحام كثيف من الزبائن. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تأثر سوق الفرضة بمرض الكورونا العالمي؟ كان أول في حراج عندنا، الحمد لله الحين وزارة التجارة وقفت الحراج وحددت لنا أسعار، وأسعار بالنازل عن أول، أسعار مناسبة جدا للمواطن وللمقيم وللمستهلك وللجمعيات. والله الأسعار تغيرت، أنا قبل أسبوعين تقريبا شاري الفلين الطماط بربع دينار والحين بدينار وربع صار، يعني الأسعار ما أدري شلون صار فيها من جت الأزمة، الأسعار كلها ارتفعت. حتى البصل كنت شاري قبل أسبوعين بثلاثة الحين يقول لي بأربعة ونص. الزباين وايد تضررنا شوي، شغلات إدارية تغيرت يعني وقفنا المزاد، التوزيع للجمعيات والطلبيات الجمعيات استهلاكية هي أكثر يعني أعطيناها صلاحية. يعني اللي كنا ناخده بدينار عم ناخده بنص، واللي كنا عم ناخده بنص عم ناخده بربع، والأسعار الحمد لله أقل من الأول بكثير أقل، والزباين راضية والحمد لله ما في أي مشاكل. الأسعار زينة ومناسبة بس بوجود تجارة، ودنا أنهم يستمرون يعني مو بس فترة الأزمة، يعني صراحة ضبطوا الأسعار وقواهم الله. الأسعار نزلت عن الأول، ما كان لا ما ارتفعت نفس ما هي، نزلت عن الأول ما ارتفعت. محمد يمكن شفنا التقرير فعلا اكثر المرتادين السوق يقولون الاسعار نزلت، يمكن بس واحد اللي يخالف. نعم لا شك ان الناس اللي تجي كل يقول على كيفه، ولكن احنا نتكلم اليوم ما في منتج مستورد، يعني كانوا متوقعين ان ترتفع الاسعار ارتفاع جنونيه، ولكن الحمد لله لك الحمد بقدره المزارعين وانتاجهم وزياده الانتاج الاسعار ما تغيرت. هذا نفس اللي يقول لك ابو محمد رب ضاره النافع، اليوم احنا حسينا فعلا ان المنتج الكويتي قاعد يغطي السوق فعلا، وهذا شيء صراحه انتم تشكرون عليه كمظله للمزارعين، مزارعينا ايضا يشكرون عليه. اليوم سيد عبد الله شنو مطالبكم في تطوير خلينا نقول اتحاد المزارعين؟ مطالبنا انها تكون لنا اماكن تسويقيه من برا، وتكون الجمعيات تاخذ من الانتاج المحلي. فبصراحة وزيرة الشؤون جزاها الله خير ما قصرت في القرار الجديد، معالي وزير التجارة هم ما قصر جزاها الله خير، ولكن هم منافذ تسويقية بالخارج في كل محافظة يكون لها منفذ تسويقي للمنتج المحلي هم طمعانين فيه. صح. بحيث أن محافظة الأحمدي، محافظة الجهرة، محافظة مبارك الكبير، محافظة العاصمة، محافظة الفروانية يكون مكان مخصص للمنتج المحلي. صحيح.
يعني اليوم عندنا المنتج المحلي، بعدين احنا نهتم في المواطن، المواطن احنا قبل لا نكون مزارعين احنا مواطنين، المواطن منا وفينا، ابونا امنا اخونا اخونا، يعني مو ان مزارعين ولا نفكر في المواطن، المواطن منا وفينا، اذا ما اهتمينا في المواطن من نهتم فيه؟ الشيء الثاني هم الركيزه الاساسيه المزارع، لازم هم نهتم فيه. ها الاتحاد المزارع الكويتي للمزارعين مثل الميزان، لازم يكون منصف للمزارع ومنصف للمواطن. كفو عليكم، صحيح. لا يظلم المزارع ولا يظلم المواطن. هم المزارع يتكبد خسائر كثيرة من المال. بالعكس احنا نبي نفيد المزارع اصلا، ونبي المزارع فعلا يحس انه هو قاعد ينتج شيء وقاعد يحصل مردود مادي، لان في النهاية مثل ما قلت العملية متوازنة ما بين المنتج وما بين المستهلك. صحيح. نعم نعم، احنا هم من هذه القناه نطالب معالي وزير الكهرباء والماء، وسبقا وقابلناه ومشكور على الوعد ان شاء الله في تخفيض المياه للمزارع. جميل. لان الماي بالسابق كان الكرت ب 91.5، اليوم الماي ب 151.5. اتحاد المزارعين كان بالسابق لتر الديزل يتراوح من 110، اللتر من 110 فلوس الى 125 فلس، وما في سعر ثابت. لا. وفر اتحاد المزارعين سعر اللتر للمزارع ب 70 فلس. يعني حاليا اذا انت مزارع ومنتج تاخذ من محطات، وفرنا محطتين بالعبدلي وبالوفرة الديزل المدعوم. صحيح. ب 70 فلس يعني للمزارع. فنتمنى من معالي وزير الكهرباء والماء، وهو رجلا نشكره، ما راح يقصر معنا، ما راح يقصر، وهو مشكور، وعدنا وان شاء الله ان هم ينزل الماي مثل ما ينزل الديزل للمزارع المنتج باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه وقواكم الله على هالجهود الجميله اللي قاعد تقدمونها للوطن والمواطن في ظل هذه الظروف. مشكورين جدا، وجميله جدا ايضا، او جميل جدا الخبر اللي قدمته لنا من وزاره التجاره. أيوة. شكرا لكم، قواكم الله، واكيد راح نكمل فقراتنا وراح نطلع معكم لفقرتنا الحواريه الثانيه. الكويت مرت بأزمات كبيرة، طاعون مر على الكويت، الجديري سنة هدامة، والغزو الغاشم، والحمد لله الكويت واقفة على ريولها بفضل الله وتماسك شعبها وإخلاص شعبها وحب شعبها لهالأرض. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلدنا. المطلوب إن نلتزم بالتعليمات، نلزم بيوتنا، ما نطلع إلا بضرورة، والله إن شاء الله يرفع الغمة عنا وعن جميع العالم إن شاء الله. سعد الفرج.